ما أن حطت المسودة الأخيرة في يد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب حتى وصل معها وفد من شركة توتال وبدأ جولة للمضي قدما في مسار التنقيب عن الغاز. وفد الشركة الذي ضم رئيس مجلس الإدارة التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فيض، حيث طلب ميقاتي من ممثلي الشركة المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا. الوزير فيض صرح بعد الاجتماع أن شركة توتال ستبدأ عمليات التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية. كان الحديث كتير إيجابي على التطورات بملف الترسيم اللي إن شاء الله بيوصل لخواتم إيجابية لمصلحة لبنان بالموارد كلها تبعيتنا وحقنا بحق القانا بكامل حصتنا لقلنا بدون ما حدا يشاركنا فيها. التوتال رح تكون عم بتحضر الخطة، هي اوريدي في خطة، نحن رح نقعد ندرس مع هيئة النفط الليبانيز بتروليوم اوتوريتي، رح ندرس الخطة ونتأكد انه هي اكتر خطة سريعة ممكن تنفيذها على الارض. وفد شركة توتال انتقل بعد ذلك الى وزارة الطاقة والمياه حيث عقد اجتماعا ثانيا مع وزير الطاقة بحضور رئيس واعضاء هيئة ادارة قطاع النفط في لبنان. وعلمت الجديد ان نقاشا دار حول الجداول الزمنية التي يمكن للشركة الالتزام بها لبدء أعمال التنقيب فور إنجاز الاتفاق، مع إصرار الجانب اللبناني على تكثيف الجهود لتضييق المدة الزمنية. وخلص تداول الأفكار إلى أن الشركة يمكن أن تبدأ بأعمال التنقيب في أذار المقبل، ريثما يتم الانتهاء من التحضيرات اللوجستية بعد التوقيع. وفي مقابلة له على قناة CNN الأمريكية، رحب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بما وصفه مسؤولية شركتي إنرجين وتوتال في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا أن أي اتفاق بين شركة توتال وإسرائيل لا يمس بحقوق لبنان في حقل قانا. That Total Energy did what I call social responsibility act in order to get this deal to happen because Lebanon was not prepared to give up any of its rights in the entire field of قانا. Meaning we wanted all our shares from the entire field. That would not have happened if Total did not secure a financial agreement themselves through their profits maybe or through I don't know how a deal that we are not part right. of that they have concluded with the Israeli side. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدور الذي لعبته فرنسا مع شركة توتال لتسهيل التوصل إلى اتفاق. وللرئيس الفرنسي بالذات لما قاموا به في الساعات الأخيرة بما يتعلق مع شركة توتال ولإنجاح هذه الاتفاقية. حصل هالصباح اجتماع مع شركة توتال في سراي واتفقنا على أن تبدأ شركة توتال بعملية مراحل التنقيب فور انتهاء من هذه المذكرة التفاهم. فشكر للجميع وإن شاء الله تكون خير. وإلى حين وصول الشركة بمعداتها في أذار المقبل لبدء التنقيب، تبقى الآمال معلقة على لا تكون نهاية التنقيب في الحقل الواقع في البلوك التاسع شبيهة بنتيجة التنقيب في البلوك الرابع. أدم شمس الدين، قناة الجديد.